نظم الائتلاف الوطني الجنوبي اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة في مديرية لودر بمحافظة أبين تحت شعار لا للإقصاء نعم للشراكة. أكد المتظاهرون تمسكهم بحقهم في التمثيل العادل والكامل في مشاورات الرياض ورفضهم القاطع لمحاولة استئثار مكون أو فئة أو جهة بحق تمثيل المحافظات الجنوبية بالاستناد للقوة. ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تؤكد على تعزيز مبدأ الشراكة الكاملة وغير المنقوصة في كل مستويات السلطة، وتحث على توحيد الجهود ورص الصفوف نحو تحقيق الهدف الرئيسي للمعركة وإعادة التركيز عليه كهدف وجودي يتمثل بإسقاط مشروع الإمامة الحوثية المرتهنة للمشروع الإيراني. وألقيت في المهرجان الحاشد عدد من الكلمات والمشاركات والقصائد الشعرية أوضحت بأن أبناء محافظة أبين والمحافظات الجنوبية يد واحدة وكلمتهم موحدة مع الشرعية والثورة والجمهورية واليمن الاتحادي الجديد.